والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيك التكسيدو. فهنعمل نوعين من الكيك، واحدة كيك شوكولاتة وتانية كيك فانيليا. مقادير كيك الشوكولاتة 350 جرام دقيق، 200 جرام سكر، 120 جرام كاكاو، 2 معلقة كبيرة بيكنج سودا، نص معلقة صغيرة ملح، 240 مليلتر حليب أو لبن رايب، 150 جرام شوكولاتة داكنة، 120 مللتر مية، 160 مللتر زيت زيتون، 2 بيض، 2 معلقة كبيرة خل، 1 معلقة صغيرة فانيليا. كيك الفانيليا اللي هنعمله عبارة عن 270 جرام دقيق، 240 مللتر لبن رايب، 6 بيض، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 300 جرام سكر، 2 معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح، و180 جرام زبدة. بعد كده عندنا حشو التوت. عندنا 400 جرام توت أحمر، يكون ممكن نستعمل فروزن، 100 جرام سكر، 50 جرام نشا، و1 معلقة صغيرة عصير ليمون. بعد كده عندنا كريمة الزبدة، 180 مللتر مية، 600 جرام سكر، نص معلقة صغيرة ملح، 10 بياض بيض، 1 كيلو زبدة، 180 جرام توت أحمر بيوريه، 400 جرام شوكولاتة بيضة، لون طعام أحمر على حسب الحاجة. وآخر حاجة هيكون عندنا جناش الشوكولاتة، 300 جرام شوكولاتة داكنة، 200 جرام كريمة، و50 جرام عسل. كيك الشوكولاتة، أول حاجة هناخد السكر، البيض، الفانيليا، وهنضربهم مع بعض. هحط الملح والكاكاو والدقيق مع بعض، الخل مع اللبن الرايب، وهنا كمان في بيكنج باودر ممكن نحطه مع المواد الجافة، ونبتدي نضرب البيض والسكر والفانيليا مع بعض. ودلوقتي هبتدي احط الزيت شويه شويه. هحط الشوكولاته، ودلوقتي هحط الدقيق، بيكنج باودر، بيكنج سودا، انا اسفه، واللبن الرايب، واخلطهم كلهم مع بعض. اوكي، كده خليط كيك الشوكولاته جاهز، وهيدخل فرن بدرجة حرارة 160، وهيقعد في الفرن حوالي 40 دقيقة. دلوقتي هنعمل كيك الفانيليا. هحط الزبدة والسكر وهضربهم مع بعض، ولما يبتدوا يختلطوا مع بعض ابتدي احط البيض واحده واحده. وهحط الفانيليا معاهم، وكمان هنحط اللبن الرايب. والملح والبيكنج سودا والدقيق هنحطهم مع الخليط، نخلطهم كلهم مع بعض. وكده عجين
الكيك بالفانيليا جاهز، برضو هنحطه في صينية مجهزة بالزبدة والدقيق. زي ما احنا شايفين في فرق بين الكيك بالفانيليا والكيك بالشوكولاتة، فهيبقى في فرق في الملمس واحنا بناكلهم. وهنحطها في فرن بدرجة حرارة 160 وهتقعد حوالي 40 دقيقة. عندنا هنا الفروستنج وهنا الكومبوت او الجيلي اللي هنعمله، وهنا جناش الشوكولاته. اول حاجه هعملها هبتدي ان انا احط السكر. انا عايزه الميه والسكر دول يوصلوا ل 118، فهحطهم من دلوقتي. هنا هبتدي اضرب بياض البيض خفيف خالص مع شويه ملح لحد السكر ما يبقى جاهز، واول السكر ما يبقى جاهز هحطه مع بياض البيض اللي هيكون بقى اوريدي هش، وهنفضل نضربه لحد درجه الحراره ما تبقى فتره، يعني يا دوب يبقى دافي خفيف. بعد كده هنبتدي نضيف بقيه المقادير اللي هي الزبده والشوكولاته وبيوري التوت. نقلب علشان نتاكد ان السكر بيدوب، احنا مش عايزينه يتكرمل، احنا بس عايزينه يوصل لدرجة حرارة 118. في نفس الوقت هسخن الكريمة علشان الجناش، وهحط الليمون والتوت على النار، وبالنسبة للتوت هحط السكر والنشا، نخلطهم مع بعض علشان لما التوت يبتدي يغلي نزود عليه السكر والنشا بحيث يتماسك ونعرف نحطه في الكيك. الكريمة جاهزة، نحطها مع الشوكولاتة وهنبقى نضيف العسل كمان، يبقى كده الجناش بتاعنا جاهز. هحط العسل الأول وأشوف لو هحتاج كريمة تاني ولا لا. أوكي، دلوقتي كفاية، هحتفظ ببقية الكريمة جنبي احتياطي، ممكن أحتاجها. السكر لسه شوية، التوت خلاص بيغلي، ممكن أحط معاه السكر والنشا دفعة واحدة. التوت بتاعنا كده جاهز، وهحطه في بول واسيبه لحد ما يبرد علشان اعرف استعمل. واول ما يجهز هاخد السكر احطه على طول فوق البياض علشان يعمل لنا ايطاليان مارينج، اللي هو يبقى امن للاكل، لان طبعا هيتطبخ بدرجه الحراره العاليه بتاعت السكر. دلوقتي درجة الحرارة بتاعت المرنج ابتدت تنخفض، هحط البيوريه، ممكن برضو احط شوية لون احمر عشان يديني لون حلو. احط الشوكولاته واخلطهم مع بعض، وانا بخلطهم مع بعض ابتدي احط الزبده. وبكده الفروستنج جاهز. وهحط اول قطعه من الكيك، هحط قطعه من
الكيك الفانيليا، ونحط حواليها من الفراستنج، وبعدين هنحط في النص الكمبوت اللي عملناه من التوت. هنحط كيك شوكولاتة فوقها. وفوقها هنحط قطعة من الفانيليا. وهنا هنحط كومبوت. كيك الشوكولاتة. اوكي. ونكمل. هنجيب الكومبوت. نحطه فوق. وناخد الجناش وهحط فوق. نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.